اللي خاصها شي مونطو طاري اختي البريمارك، عرفتو حمقني هذا الموديل هذا، جيبي لكم موديلات واعرين. شفتي الستيل ديالو كتيجي واعر يا البنات، فن غزال، والثمن يا البنات الثمن اللي غادي تصدموا يا الاخوات. الشكل ديالو ما كاينش اختي اللي ما خارج من بريمارك واخد هذا المونطو هذا. حمقني يا البنات الشكل ديال هاد التريكويات، عرفتو كيجيو زوينين محتارمين. بالنسبه للاخوات محجبات كتجي اختي لا شوميز طويله، عرفتو البنات جيبينهم لكم في الشكيلات والنويعات. الاخوات اللي كيقلبوا على ملابس طوال تريكويه طوال، بالنسبه للاخوات محجبات شوفوا لي اختي الموديل كيدير، عرفتوا راه حمقوني حاطنهم لكم اختي في اللوينات. يعني بالنسبه للاخوات محجبات وبلا محجبات كيجي تريكو طويل غزال، عرفتوا حمقني يا البنات الشكل ديالهم. اول مره كنلقى هاد السريولات شارلي يا البنات اللي جايبين لكم هنايا في بريمارك، عرفتوا غزال الكاليتي ديالهم فنه. هادو راه ما تحديهم ما والو، من الماكينه اختي تلبسيهم كيجيو عراض، عرفتوا الكاليتي ديالهم فنه يا البنات، كيجيو عراض. وجايبينهم لكم اختي في جوج ديال اللوينات. زوين يا الاخوات فنيون، يعني هو عنده ثلاثه ديال الطرق ديال اللبس البنات. هذا كيجي داك الخضيضر الميليتير، وشوف البنات الطوله ديالو، بغيتكم عيد تشوفوا الطوله ديالو كي كتجي، يعني كيجي طويل شفتوا. موديلات اختي زارا اليوم اختي في بريمارك، حمقوني يا البنات هاد البوتيويات هادو، شوفي لي اختي الشكل ديالهم. عرفتوا يا البنات هادو راه غير في المارشي ودايرين 20 يا البنات، والله القسم الا 20 وبريمارك اختي جايبهم لكم بثمن خيالي وفي اللوينات. شو كي تيجي البنات من الداخل سخيخن. السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ اش خباركم؟ خاتكم بشرى اخواتي، جابتكم اليوم البريمارك. عرفتوا البنات ما شاء الله ما شاء الله، جيبي لكم بزاف ديال الجديد، بزاف الاخوات، ودايرين لكم بزاف ديال لي بروموسيون. شوفوا البنات هاد التريكويت هادو شحال حمقوني ما شاء الله، فنين فنين. سيغتو هاد البلومارين عرفتوا راه ما خلاش ليا العقل، كتجي فيه البنات لا شوميز طويله من التحت، شو الشكل ديالو كي تيجي، كتجي لا شوميز طويله وكيجي التريكو عرفتي علم زويناته. نقول لكم اختي الثمن ديالو دير له 17 اورو. كاين هذا الموديل هذا، كاين هذا بلو مارين هذا، علم زويناتهم. كتجي البنات فيه لا شوميز ها هي، غير هذا ما كتجيش من التحت البنات باش نتفاهموا. الشكل ديالو كيجي زوين، هادو يلاه حطوهم، الثمن ديالو 17 اورو، زوينين يا البنات. وكاين هذا الستيل هذا هو اللي كيجي طويل، جاوني بزاف ديال الميساجات. عافاك اختي بشرى الله يستر عليك، بارطاجي معنا المونطويات. عافاك اختي بشرى الا كاينين مونطويات زوينين، عافاك اختي بشرى لبسيهم لينا. والله يا اختي ما تكونوا غير على خاطركم، انا غندير دوره غنشوف ان شاء الله على جيبين مونطويات زوينين، غنختار لكم المونطويات اختي الغزالين ديال بريمارك ان شاء الله، وغادي نقيسهم لكم باش تشوفوا حتى كي تيجيو في اللبسه. عجبوني التريكويات هادو البنات، اول مره كنلقاهم، جيبينهم لكم هما والشيلان ديالهم. شو عرفتي زوين كيجي بحال قلتي الخيط ديالو ديال الجاكار البنات. هذا الثمن ديالو 19 اورو، هذا ماشي الموديل ديال بريمارك، موديل البنات ديال ريتا اوغا. وحاط لك اختي حتى الشال ديالو، هاد البنات راه جديد ديال بريمارك. شوف البنات شحال عجبني هذا المونطي، هذا المونطو الكري زوين فن فن. هذا ان شاء الله غنقيسو لكم، عرفتوا علم زوينات. وكاين هذا الكري جايبين لكم ما شاء الله بزاف ديال البنات ديال الموديلات، بزاف بزاف بزاف. عجبني هذا الموديل هذا، كاين بزاف ديال الستيلات. هذا داير له 30 اورو الاخوات، 30 اورو. عجبني هذا الموديل هذا هو غزال ما شاء الله يا البنات، مونطو كيجي طويل. والله يا البنات منين دخلت واحد جوج سيدات على الباب يا البنات، عرفتي كيدحسوا كيدحسوا الغوات معيور يا البنات معيور، عرفتي صوتهم مجهد غير الله يدير الخير الا ما جاو البوليس. شوف البنات كاين هذا الموديل هذا كيجي بالحزمزه، هذا كيجي زوين، هذا الثمن ديالو 32، هذا الموديل هذا 32 اورو. ها اختي لابسه المانكا، شو زوين هذا الموديل هذا. هاد الموديلات هادو المات حاطنهم في اللوينات، هاد السيلات هادو دير لهم 30 اورو. راه كاين فيهم هاد الغوز بيبي، فيهم البنات الخضيضر، فيهم النوار، فيهم القهيوي، هادو كلهم البنات دير لهم 30 اورو، 30 اورو. اللون اختي اللي بغيتيه تلقايه. شوفي لي اختي المونطويات اللي جايبين لكم يا البنات، عرفتوا راه هذا هو اللي دايرين لكم البنات في الدخله. انا راه غير دخلت قلت هذا غادي نقيسوه غادي نقيسوه للبنات، جاوني بزاف ديال الميساجات. عافاك اختي بشرى بارطاجي معنا المونطويات، عرفتوا راه هذا كيجي زوين البنات بالكري، يعني انا تلبسيه مع لي بوط مع باسكيت. شوف اختي هانتوما انا لابسه علي كينغوس برديله، شوف اختي كيجي في اللبسه كيجي علم زويناتو فنيون. هذا اختي راه من الجديد كيجيو فيه صديفات كحلين. الا سولتوني البنات على لاطاي ديالو هذا 44 البنات، اللي باغي شي مونطو اختي كننصحك به، كيجيو البنات فيه الصديفات شتو على مزويناته فن فن، وكيجي مريح زعما
خير. كاين هذا الموديل هذا بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو الحزام. انا راه ما عنديش مع الحزام ديال البنات، كيجيب لي راسي بحال ديك الثمانيه، ما نكذبش عليكم. شوفوا الاخوات هذا كيجي شويه قصير على البنات، شفتوا باش نتفاهموا، هذا شويه كيجي قصير زوين فنيون البنات، يعني ما كيجيش طويل حتى للتحت، فهمتوا الاخوات؟ عجبني حتى هو الشكل ديالو. بزاف ديال الاخوات اللي كيبغيو هذا الموديل هذا تقدري تسديه كما تقدري اختي تخليه محلول. عرفتوا علاه زوينات الشكل ديالو البنات؟ شوفي ليا شتي كيجي اختي بسميتو، ما فيش هذا الصداف على البنات، فيه غير الحزام وفيه الجياب. ها نتوما تقول لي الراي ديالكم. كيجي داك الكري ديالو زوين البنات، عجبني خصوصا لو كون هي كان واحد شويه طويله البنات. بالنسبه للبنات الكري اللي بارطاجيت معكم جايبين فيه جوج ديال الموديلات، كاين الكري وكاين هذا الموديل هذا اللي كيجي فيه النوار وكيجي فيه الكحل. شوف البنات الستيل ديالو كيدير علم زوينات وفنيون بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو الحزام، ولا تقدري تخليه محلول الا ما كتبغيش الحزام تخليه هكا مفتوح، فهمتوا؟ يعني البنات راه كيجي حتى مفتوح. المهم هذا الموديل هذا جايبين فيه اختي جوج ديال الستيلات، تتكتبوا لي في التعليق يعني فين هما الموديلات اللي عجبكم اللي عجبوكم البنات. عرفتوا يا بنات هذا الموديل عجبني بزاف بزاف زوين يا الاخوات فنيون، يعني هو عنده ثلاثه ديال الطرق ديال اللبسه البنات. هذا كيجي داك الخضيدر الميليتير، وشوف البنات الطوله ديالو، بغيتكم عاد تشوفوا الطوله ديالو كي كتجي، يعني كيجي طويل شفتوا. تتكتبوا لي الراي ديالكم الاخوات، كيجي يعني طويل محترم زوين. هذا راه اول مره كنلقاه البنات. الا عقلتوا كنت بارطاجيت معكم داك الموديل الاخر، داك بلو بقهيوي، فهمتوا البنات؟ هذا اللي كيجي خضيدر، تقدري تلبسيه على هذا الشكل هذا. تتكتبوا لي البنات في التعليق واش عجبكم. تقدري اختي تحلي ليه الحزام تلبسيه كومسا كومسا على هذا الشكل هذا، يعني الحزام بطبيعه الحال غنسدوه من اللور، فهمتوا؟ باش ما يبقاش بحال هكا مطلق، نحس نديروه من اللور البنات باش ما يبقاش يبان، يجي على هذا الشكل هذا. كما نقدروا اختي نحلوا ليه الصديفات ديالو، فهمتوا؟ يعني ثلاثه ديال الطرق ديال اللبسه البنات، فهمتوا؟ نلبسو يعني هكا هكا مطلقه، تلبسي شي حاجه فهمتوا ويجي على هذا الشكل هذا. شوف عنده ثلاثه ديال الطرق ديال اللبس هذا، والطرق بثلاثه كيجيو زوينين. شوف عجبني يا البنات، راه حاطينو في اللوينات ولكن ما نكذبش عليكم عجبني. ديك المره قيست لكم الخضيدر، ايوا دابا لا قيست لكم القهيوي، قلت اختي نقيس لكم الخضيدر حتى تقولوا لي البنات الراي ديالكم. وكاين هذا الموديل البنات اللي عجبني، جايبينو لكم في جوج ديال اللوينات. شختي كي كتجي القبيه كاينه البنات في النوار وكاينه في القهيوي، داك القهيوي الزوين بالحق. ما بغيتش نكثر عليكم، ما كنت غنجيب لكم اللوينات بجوج. شوف البنات ها نتوما كاينه في النوار عالم زوينات، هادو راه يلاه حطهم. كاين واحد الموديل البنات كيتزير بالحزام، ما عجبنيش هذاك، يعني كيجي هكا ما عجبنيش انا، عجبتني هادي مطلقه زوينه البنات. كتكوني خارجه هكا في الصباح غادي تدي وليداتك للمدرسه، هادي عمليه ديال شاك جوغ، وكتجي ايليغوا البنات وفيها الجيب. تتكتبوا لي في التعليق ديالكم كي جاتكم اختي لابيست هادي، يعني زوينه فن فن طويله، يعني كتجي طويله محترمه، عجبني الشكل ديالها، كتجي بحال شكل قبيه طويله زوينه، يعني حتى لا صبات الشتا ما تفزقي ما حتى شي حاجه. هادي اختي اخر ما كاين في بريمارك. جابوا لكم هاد الكسيوات هادو، عجبوني البنات، كتجي طويله. واش البنات كتجي طويله حتى لتحت، كاين فيها البنات النوار وفيها حتى القهيوي، فيها النوار وفيها القهيوي، كتجي نصكم. انا لابساها مع ليغينغ من التحت، كتجي زوينه مع ليغينغ، زوين هاد الموديل البنات. شتي كي كتجي ضروري خاصك تلبسي ليغينغ من التحت البنات، كتجي بحال واحد شويه ترونسبارو زوينه، عجبتني سبور فنه هكا. حتى مع باسكيت جات زوينه، تقدر تجي حتى مع مونطو البنات، ماشي مع مونطو، مع بوتيو لي بوط طالعين، عجبتني. يعني هما طبيعه الحال ما غيلبسوها، ولكن حنا كنلبسو هاد لي كينغ. الا سولتوني عليهم راه هما اللي كنبارطاجي معكم دائما، كناخذهم من اكسيون. عرفتوا راه زوينه البنات، صبان ورد كيحمقوني، انا كناخذهم دائما، كتجي اختي فيهم لا كينغ، يجمعوا لك الكرشه البنات فنين، تقريبا غير شي 3 اورو 99 البنات باش كنت خديتهم، كيجمعوا لك الكرش، كيجيو مزيرين، كيعجبوني فنين فنين. كناخذ راه عندي شحال من واحد عندي كناخذهم البنات، فين مشيت كنلقاهم كناخذهم، كناخذ لا طاي ال. بالنسبه لسولتوني على الطاير ديال هاد الكسوه، غنقول لكم خديت الاكس ال، ولكن ما شاء الله رجعتني واسعه، يعني حتى ال تجيني، فهمتوا البنات؟ فيها اختي جوج ديال اللوينات، كاين هاد النوار هذا وفيها حتى القهيوي.
بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على تريكويات طوال، لقيت لكم هاد الموديلات هذا وبزاف ديال الميساجات جاوني. اختي بشرى عفاكي واش حاطين تريكويات طوال؟ لقيت لكم البنات جوج ديال، كاين بزاف ديال الموديلات، ولكن انا عجبني هاد الستيل هذا وقلت نبارطاجيه مع الاخوات. يعني كيجي طويل تلبسيه مع سروال، اختي تلبسيه مع ليغينغ. شو اختي الستيل ديالو كتيجي، انا عجبني هاد الموديل هذا، زوين يا البنات، خفيف. شو كتيجي حتى الديزاين ديالو زوينه الماس، هذا كيجي بحال قلت ابيض وبلو مارين، وكيجي طويل حدو حد الركبه. يعني فريمون بالنسبه للاخوات يعني محجبات وبلا محجبات، زوين هذا الستيل هذا، قلت نبارطاجي مع الاخوات، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. البنات شوفوا لي الخضر، والله يا البنات الا عييت بالتقياس والله يا اختي تسخرتوا حق الله ولكن ماشي مشكل، هادشي كلشي للارضاء ديالكم يا احلى اخوات واحلى متتبعات، وتعرفوا شنو كاين، وحتى البياسات هكا لبستهم لكم باش تعرفوا حتى كيتا كيجيو في اللبسه الاخوات، حيت بزاف ديال المتتبعات ديالي ما كيعيشوش هنا في فرنسا، كيعيشوا هكا في البلاد، رجالاتهم كاينين هنا. يعني بحال حتى اللي بغات تقول لي جيب لي هاد البياسه تعرفها حتى كي جات، فهمتوا؟ والاخوات اللي بعاد على بريمارك ولا يعني حتى اللي بغاو يجيو ياخذوا شي بياسه يكونوا عارفينها كيف دايره. والله القسم بالله هذا هو الغرض ديالي، والله يا البنات الا راه كنتمحل عرفتي شحال وانا كنقيس، ولكن قلت معليش ماشي خساره في الزوينات ديالي، ما تبخلوش عليا غير بواحد الجيم والبارطاج. بارطاجي هذا الفيديو مع كاع الاخوات اللي عندك اختي في واتساب، مع العائله مع الحباب، ودري لي اختي واحد الكومونتير زوين، راه والله القسم الا كيفرحوني اختي دوك الكومونتيرات ديالكم، وجيب من طبيعه الحال. المهم البنات كاين في هذا اللون هذا كيجي زوين، ما نكذبش عليكم، قولي بشرى انت عندك كل شيء زوين. اه اختي لاني درت بريمار كله وقلبت غير على البياسات اللي عجبوني، البياسات اللي ما عجبونيش ما هزيتهمش، هزيت لكم البياسات اللي عجبوني، وكنت غنجيب لكم حتى شي بيجامات، ولكن قلت خلي لا ديك المره درت لكم بيجامات باش ما نطلعش لكم البيجامات في الراس، جابوا بيجامات غزالين والله البنات ما شاء الله. الا كنتو انتريسي خليوها ليا في التعليق، واي حاجه بغيتوها قولوها ليا البنات نقيسها لكم، ما عنديش مشكل، اي حاجه ترضيكم نديرها للاخوات العزازه، ربي يخليكم ليا. لما بزوينه ديالي كاين هذا حتى هو كيجي طويل، هذا كيجي في الخضر زوين البنات، والله القسم الا زوين، والخيط ديالو زوين وكيجي طويل، هانتوما كتشوفوا بعيوناتكم البنات، يعني كيجي مريح البنات. هذا غنلبس فوق وداك المونطو غنشوفو كي غادي يجي. بالنسبه للاخوات اللي ما كيبغوش يسدوا المونطويات، كيبغيو يخليهم هكا محلولين، ها يعني واخا اللون في اللون يعني المهم سي بون جا زوين، فهمتوا؟ بغيتكم عاد تشوفوا الستيل كي تيجي. ها انت اختي لبيسه ناضيه يا اختي، شي اونسومبل على مزويناتها. عجبتني البنات هاد الكسيوه هادي، غير ما شفتهاش هما كلها قيستها ليكم، عرفتوا على مزوينه التوب ديالها غزال، كاينه في الكسوه البنات، وعجبتني حتى في سروال شارلي. ها هي البنات حاطينها لكم هنايا باردون، ها هو السروال ديالها زوين يا البنات، كيجي حريري، هذا يدير له 22 اورو، ولكن الكاليتي ديالو غزاله غزاله. كاين في شوميزه البنات، وكاين حتى في سروال شارلي. فين منين هادو؟ اول مره كنلقاوهم الاخوات هنايا في بريمار يا البنات، شحال عجبوني هاد السريولات هادو، اول مره كنلقاهم سريولات شارلي، ولكن اللي عجبني فيهم ديال شاك جوغ البنات، هادو ديال كل نهار زوينين رطيطبين يا البنات، فنين هادو، ما تصلحيهم ما تحديهم ما تصبنيهم تلبسيهم، واعرين واعرين التوب ديالهم غزال. كاين هاد المنيم مراختي، وكاين البنات حتى هاد الكري هذا، هادو راه اول مره كنلقاهم، دايرهم 12 اورو، عجبوني والله البنات، الا كاليتي ديالهم زوينه، اول مره كنلقاهم 12 اورو زوين، عجبني اكثر يا هاد المنيمر هذا البنات، فن 12 اورو اختي، الرخا والرباخة وعاطي اللاطه، يعني هكا الاخوات اللي شويه كيجيو هكا عامرين يعني كيتجبدوا زوينين، فنين 12 اورو. عرفت لكم البنات هاد الليبوط هادو، عرف صوره ما كاينش اللي ما كياخذش منهم، الثمن ديالهم اختي رخيص، ولكن البنات راه واعرين 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 زوينين، كيجيو سخيخنين هادو، ندير لهم 8 اورو البنات، 8 اورو، كاين فيهم النوار، شوفي لي هاد القهيوي هذا، عرفتوا راه كلشي البنات كياخذ فيهم، عجبني هاد الموديل هذا اللي كتقيس تقلب فيه البنت، كاين هاد الموديل هاد اللوين هذا اللي كيعجبني انايا عندي بحالو البنات، كيجي سخيخن، وكاين في هاد الباج هذا، جايبينهم لكم في ثلاثة ديال اللوينات، وكاين حتى في هاد القهيوي هذا البنات، دير لهم غير 8 اورو، 8 اورو هادو كيجيو عمليين البنات، وكاين هاد الموديل هذا، عرفتي زوين هذا تا هو كيجي سخيخن، هذا اختي نقول لكم الثمن ديالو هذا 14 اورو، هذا كيجي شوية غالي البنات، ولكن كوميم 14 اورو، زعما فغيمون جايبين لكم بوتيويات زوينين، هذا تا هو فيه نفس اللوينات البنات ديال هذا اللي وريتكم ديال 8 اورو، غير كيبقى لك الاختيار اختي. فهمتوا؟ هادو راه جابوهم غير هاد العام هذا، عرفتوا راه ما شاء الله، وإلا بغيتيه شوية طالع كاين هاد الموديل هذا، شتو؟ زوينين هادو كيجيو سخيخنين الماس، تكوني هكا غي يعني شي خرجة خفيفة ولا، هادو دير لهم نافو،
لا فوغو البنات كاين هذا اللون هذا وفيهم البنات حتى النوار. بارطاجيت معكم هذا الصويك هذا في الدوغي اليوم البنات جابوه لكم في النوار. اول مره كنلقى هذا النوار ديالو يا البنات في الدوغي وفي النوار. علام زويناتهم فنين يا اختي. شوفي ليا جيبي لكم سيكان غزالين ما شاء الله. هذا اختي درلو نافوغو واعرين. كاين هذا الموديل هذا البنات هو فيها هي هذه اختي بشرى هي هذه بشرى عرفتي الزوينه ديالي متتبعه ديالي من الجزائر البنات جات وبنتها كاينه هنا قالت لي هبلتيني يا بشرى. ديما كنصيفط بنتها كتقول لها سيري جيبي هذه بشرى حطت هذه. ربي يخليها لك تبرعك ربي يخليكم لبعضياتكم. حاط لكم البنات هاد الموديلات هادو اللي كيبقاو مانيفيك. هادو راه فيهم هاد اللون هذا وفيهم هاد القهيويه البنات هانتوما وفيهم هاد القهيوي هذا غزال والله الا شرف ليا. عرفتوا الفرحه اللي فرحت السيده هي وبنتها؟ عرفتوا مساك المحل ما عرفتش انه شافوا وحق الله كتكبروا بيا. الله يكبر بكم يا احلى اخوات واحلى متتبعات. شوفوا لي البنات هاد الموديل هذا زوين البنات كتجي فيه السميطه غزال غزال. نقول لكم الثمن ديالو هادو ديالهم 11 اورو 11 اورو بنات. هاد السيكان هادو راهم بروموسيون دايرين 10 اورو غيبقاو ب لا دايرين 17 اورو غيبقاو ب 10. ها هي فيها التيكيته من 17 اورو غيبقاو 10. غير دخلت للبريمار قالت لي واحد البنت خدامه انا متتبعه ديال اللي ربي حفظها قالت لي بشرى اجي تشوفي هاد السيكان هادو راه بروموسيون. قلت لها خليتها نديرو نرجع ليهم. انا اختي رجعت ليهم. شو البنات زوينين فنين هادو كيجيو هكا ديال ستيتش راه ناقصني منهم 7 اورو الاخوات. من 17 غيبقاو ب 10. شوفي يا اختي البينوارات وشوفي لي البيجامات ولا باغي برا وليداتو. عرفتوا هذا البينوار شحال عجبني البنات سخيخن ديال ايلو كيتي البنات فنيون زوين هكا اللي باغا تاخذوا لبنيتها. علام زوينتهم حاطه لكم اختي حتى البيجامات ديال ايلو كيتي ما بغيتش نهز باش ما نشدش الناس. عجبني هذا الموديل هذا شختي البيجامه كيديرها زوينه. كاينه حتى هذه القبيه عجبتني 19 اورو هذه حتى هي ديال ايلو كيتي البنات شفتوا زوينه ديال البنيتات. عجبوني هاد البينوارات البنات ديال سبايدرمان اللي حاطين ليكم فنين ديال الوليدات. حاطين ديال الوليدات وديال البنيتات. شفتي الكابوتشا كي كتجي تو علام زوينتهم فن وكيجيو ديال المبر. هادو ديرهم 12 اورو. حاطين ليكم وليدات وبنيتات راه كيهز اختي ديال البنيتات علام زويناتهم. شوف هذا اختي هذا كيجي ديال ميكي زوينين هاد الموديلات هادو فنين فيهم لي طاي. البنات راه كيجيو 3 بياس شفتو هالبيجامه لداخل راه كيجيو بينوار. عرفتوا يا البنات البيجامه ديالو كتحمق يا البنات. البيجامه ديال المبرا واعره يا البنات كتجي 3 بياس. نقول لكم الثمن ديالو 18 اورو يستاهل يا البنات. حاط لكم حتى البنيتات حتى هو كيجي اختي بالبيجامات هادو اول مره كنلقاهم. كيجي اختي البينوار بالبيجامه ديالو 3 بياس. هانتوما البنات شوفي ليا عرفتوا علام زويناتهم فنين فنين. اول مره كنلقى هاد الموديلات هادو حتى هادو 18 اورو بحال بحال البنات 18 اورو. شوف القب ديالها كي تيجي. هاد اختي تعطاتها لشي وحده حامله كادو والله يا البنات الا كادو غزال فن فن. البنات عقلتوا على داك الانصومبل اللي كنت بارطاجيت معكم ديال الناموسيه ديال المبره ها هما حاطينهم البنات جابوهم بكونتيتي كثيره وجابوه حتى في الكري الاخوات. كيجي حتى في الكري زوينين البنات. هضره فيه بلاصه وفيه حتى دو بلاصه البنات. هذا دو بلاص ديالو 30 اورو العبار ديالو 200 على 200. هذا كتجي البنات ديال المبرا ولكن كتدخلي الكوفر لي في الداخل ديالو. راني كنت بارطاجيته معكم كتدخلي اختي في الداخل ديال الكوفر لي زوين البنات وكيجي بالمخده ديالو. عجبني عرفتي هكا في البرد والله البنات الا سخيخا ما شاء الله. بالنسبه للناس اللي عندهم هكا سخونه في الدار تقدري كاع ما ديري فيه الكوفر اللي غير هو بوحدو. كاين هكا على حساب الوليدات بلاصه وحده ولا بغيتي على حساب دو بلاص كاين هذا راه كاين في الموف وكاين حتى في الكرونه. عرفتوا راه غزالين جيبي لكم ما شاء الله. شو اختي هاد لي بلاد واعره يا البنات. عرفتوا فن 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 فن. عرفتي راه كي الحرير وغي قصتها هي البنات وهي طيح يا اختي. القريبات اللي جايبين لكم في اكس والله البنات الا حمقني الشكل ديالها. بالنسبه للاخوات اللي عندهم الالم ديال الظهر بالنسبه للبنات هكا كتكون عندهم هذيك الالم ديال الدوره الشهريه كيبغيو هاد القريبات هادو البنات هاهما راه حاطينهم. نقول لكم اختي الثمن ديالهم 8 اورو. شي اختي على شكل بقيره على مزويناتها. شنو هو هذا قريض ولا شنو هو هذا؟ عرفتوا علام زويناتهم. وبغيت نبارطاجي معاكم هذه اللي ما كنلقاهاش دائما هذه باش كتعجبني الزوينه كتقدري تلويها على الظهر ديالك هانتوما البنات وكتقدري تلويها حتى على العنق ديالك. الناس اللي عندهم هكا كيضروك الكتاف ولا العنق ديالك ولا هذه كدوريها حتى على الكرش ديالك كتجي بحال السمطه وكتسخن لك اختي الكريشه ديالك كتجي قريبه زوينه زوينه. هذه راه كطير البنات الثمن ديالها 6 اورو. هذه كدوريها على الظهر ديالك البنات شو يعني الناس اللي عندهم هكا الالم ديال الظهر الالم ديال الدوره الشهريه بالنسبه للعنق علام زوينات.
شوفي لي اختي الورد ما شاء الله اللي مدخلين لكم يا اختي في بريمارك، مدخلين لكم ما شاء الله بزاف ديال الورد. هادو كنهديه لكم، هاد الوريدات الاحلى وريدات واحلى اخوات واحلى متتبعات. كنتمنى يا ربي هاد الجوله تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش على اختكم بشرى بالجيم والبارطاج وواحد الكومونتير زوين. كنبغيكم وكنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.